لا، ردة فعل الناس عليك لما انت تقول كيف تقول تطعن بالامام بالنووي والشباب، انه الله يسعدك. الالباني قال نفس الكلام، قال من اشاعره بس ما الناس سوت ردة الفعل عليه، وانت كيف تطعن بالامام النووي، فهمت عليه؟ وهو مو اشاعي والشغلات، فما شفنا نفس ردة الفعل اللي اجت عليك، يعني شو الفرق يعني؟ مع والله انك هو انت قلت الفرق، انه حتى اشعري. ليس فقط الشيخ الألباني، وإنما حتى ابن عثيمين قال النووي ليس من أهل السنة في العقيدة، وابن قال حجر كذلك اشعري في الصفات. قال ليس من أهل السنة، هكذا بترجمة. الحافظ ابن حجر كالإمام النووي وغيره ممن أخطأوا في بعض المسائل العقدية كما يقولون اليوم، فذلك لا يخرجهم عن كونهم من أهل السنة والجماعة، لأن العبرة بما يغلب على الإنسان من فكر صحيح أو عمل صالح. لكن هناك علماء مشهود لهم بالخير لا ينتسبون إلى طائفة معينة من أهل البدع، لكن في كلامهم شيء من كلام أهل البدع، مثل ابن حجر العسقلاني والنووي رحمهم الله، فإن بعض السفهاء من الناس قدحوا فيهم قدحا تاما مطلقا من كل وجه، حتى أنه قيل لي إن بعض الناس يقول يجب أن يحرق فتح الباري، نعوذ بالله، لأن ابن حجر أشعري، وهذا غير صحيح. فهذان الرجلان بالذات ما أعلم اليوم أن أحدا قدم للإسلام في باب أحاديث الرسول مثل ما قدمه، ويدلك على أن الله سبحانه وتعالى بحوله وقوته ولا أتألى الله قد قبلهما ما كان لمؤلفاتهما من القبول لدى الناس، لدى طلبة العلم، بل حتى عند العامة. الآن رياض الصالحين يقرأ في كل مجلس ويقرأ في كل مسجد، وينتفع الناس به انتفاعا عظيما، وأتمنى أن الله يجعل لي كتابا مثل هذا الكتاب.